Hey, salam alaikum. Salam alaikum, Sultans. كي داير لاباس عليكم بخير؟ تدري لي حتى كيفاش غادي نفلوكي؟ حتى شنو غادي نقول في الاول؟ المهم توحشتكم وباش ما نبقاش نعطل عليكم رجعنا للانستوا كي نديرو فيه شي فيديو ان شاء الله. وحيت تدري لي الافكار حتى الافكار تدري لي. سوا كي هنايا غادي ندخلو وبعد بارت 1 وبارت 2 جينا نديرو بارت 3. عرفتي علاش بارت 3؟ حيت قضاولي الافكار افكار والو. عطيوني الافكار ديالكم في التعليقات غادي نقرا التعليقات ديالكم كاملين. شنو صلاه يهديهم في الفيديوهات يعني في البارت الاول والبارت 2 قالوا لي في لي كومونتير حيت كنقرا التعليقات ما تخافوش كتبوا اي تعليق انا كنقرا قبل انا وراه باين هذاك غير اعلان وكدير لهم الاشهار. عاودي الله يهديكم ما كرهناش ما كايناش كنديرو لهم الاشهار الشركة ديال هاد الشركات حنا غير راكم عارفين تقضاو الافكار وجينا. المهم نشوفو لداخل ندخلو صحة حنايا ندخلو صحة لداخل ان شاء الله وغادي نوريكم شنو تما. ليتس جو. احنا عند الباب كيديرو يعني خصك تكون لابس ضروري الماسك ودير تعقيم ليديك عادي يمكن لك انه تدخل لداخل. عندهم سلاح احسن من ديك المرة الاخرانية تما هكا سمعت. غادي ندخلو غادي نصوركم كلشي ان شاء الله وعطونا لايك يا اخوان واشتركوا في القناه باش حيت شحال هادي ما درنا فلوق وتوضر لي حتى كيفاش غادي نفلوقي. ديروا اشتراك في القناه ويلا ندخلوا لداخل. المهم دابا دخلنا الخوت دخلنا عند السواكي كي لداخل وكاين الموسيقى يعني ضروري تكون فيها ديك الكوبي رايت. غادي نصور لكم غادي نتوما تشوفوا يعني نبقى نوريكم الاثمنه ونوريكم كل شيء وانتم تشوفوا بعينكم. اوكي
المهم الاخوان احنا سالينا من السواكي، نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اشتركوا معنا في القناه، تابعوا القناه ديال ابراهيم سلطان بغوا الصداع. المهم تحياتي لكم، كما كنت كملي معكم ابراهيم سلطان، ابراهيم سلطان عاوتاني.